طيب حضرتك دلوقتي في موقع مسؤولية وموقع اتخاذ قرار، هل هتصدري قرارات في هذا الاتجاه؟ ملف تطوير الأكاديمية قائم، والحقيقة يعني زيها زي قطاعات الوزارة كلها، ولكن هي بالنسبة لي طبعا مهمة جدا، لأن هي المعمل اللي بيطلع المبدعين والفنانين والمؤديين في أفروع الفنون المختلفة. فالملف ده مهم، وهنبدأ إن شاء الله بعد انتهاء الامتحانات ان احنا يعني نفتح ملفات التطوير. الحقيقه ده يعني ده خبر جميل، ده يعني لانه يعني الواحد يعني كل ما يفتكر اكاديميه الفنون زمان والناتج الفني منها، وبنتكلم دلوقتي على فن الباليه، واحنا يعني قيل ان في الاوبرا حاليا ما فيش اكتر من حوالي 20 بنت فقط هم اللي يعني هو اللي للاسف موجودين. الاعداد قليله. هي دراسه شاقه جدا، يعني انا مثلا انت اتذكر ان دفعتي انا كانت 12 بنت، اتخرجنا ثلاثه بعد 9 سنين. فطبعا هي دراسه شاقه، ومش اي حد بيتحملها، ومش اي حد بيبقى عنده كمان الهدف انه يوصل لحاجه معينه. يعني انا كان في زمايل كتير معانا بعد ثانوية عامة اتجهوا للكليات العادية جدا. أيوة. وما كملوش في دراسة الباليه. ففي ناس بيبقوا داخلين على ان ده مستقبل وبيتعاملوا معاه باحتراف، وفي ناس بيبقوا داخلين معتبرين ان حصص الباليه والموسيقى دي حاجة ترفيهية جانب الدراسة، وبعد ثانوية عامة بيتجهوا الى جامعات زيهم زي اي مدرسة يعني.